للوهلة الأولى قد تظن أن هذا الشارع شأنه شأن سائر شوارع مدينة القدس، لكنك وما إن تلحظ لافتة اسمه الجديد حتى تدرك أن له حكاية. شارع أبو عبيدة، أو بالأحرى كان شارع أبو عبيدة قبل أن تقدم بلدية الاحتلال على تغيير اسمه، بالتزامن مع الشعبية الواضحة لأبو عبيدة الناطق الرسمي باسم كتائب القسة. يشكل هذا الاسم كابوس، هم يرتعبوا من مجرد ذكر اسم ابو عبيده، فتراهم بكل بساطه لا يريدوا ان يقراوا، لا يريدوا ان يروا، بغيروا الاسماء حتى يبتعدوا عن هذا الشارع وهذا الاسم. لا، سيبقى اسم ابو عبيده. المقدسيين لم يرضخوا لقرار بلديه الاحتلال ولم يسلموا به، فأيام قليلة مرت قبل أن يضع ملصقا يحمل اسم الشارع الأصلي فوق لافتة اسمه الجديد، شارع بهاء الدين، ليعربوا بذلك عن غضبهم ورفضهم لهذه الممارسات. يعني احنا محتاج عند البلدية اللي بتتفرج على الشغلات يعني أتفه من التافه، هذا أقل أكثر من عنصرية، يعني عنصرية أقل كلمة، مش عارف أحكي لا سامية فاشية، مش عارف شو بدي أحكي، بس هذا الإشي يعني إن شاء الله إنه يصير ضغط على البلدية، وإحنا نطلب من رئيس البلدية اللي احنا ما نعترفش فيه انه يرجع اسم الشارع ابو عبيدة. بلدية الاحتلال لم تعر مصلحة سكان ذلك الشارع اي اهتمام، فعناوينهم التي سجلت في الدوائر الرسمية والحكومية لسنوات على انها في شارع ابو عبيدة اصبحت بين ليلة وضحاها غير موجودة، نتيجة لقرار جائر لا مبرر له. لسان حال الشارع المقدسي يقول بنبرة طغى عليها أسلوب التهكم من تلقى ضربات مرارا وتكرارا في غزة من أبو عبيدة ورجاله، كان رده هو بكل قوة أن يغير اسم شارع أبو عبيدة في مدينة القدس. حمد القزاز، لهم نيوز، القدس المحتلة.